السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله وبياك يا شيخ، الله يجزاك عنا خير. وحياك الله يحفظكم. يا شيخ أنا بكلمك يعني بخصوص محنة مرينا بها، لا أطيل عليك، بخصوص يعني محنة مرينا بها ليها طالت ليها فترة يعني قرابة 3 سنوات وعطلتني عن الزواج، فيعني قدم لي نصيحة الله يحفظك. ما عندنا نصيحة مثل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الكرب، هو الذي يهدي السبيل، هو الذي يجيب المضطر، نعم، هو الذي يجير ولا يجار عليه، فالجأ إلى الله، بارك الله فيك، وأحسن التوكل عليه وخذ بالأسباب، بارك الله فيكم، مشكورة.